هنروح للخبر الاخير معانا، وهنطلع طبعا لفاصل عشان نستقبل ضيوفنا. منتخب الجودو يتوجه لكرواتيا لاستعداد اولمبياد طوكيو. الجودو الحقيقه من الالعاب اللي كان ليها تاريخ كبير اولمبي، ولينا ميداليتين، ميداليه حصل عليها نجمنا الكبير محمد رشوان في لوس انجلوس 1984، وهشام مصباح الميداليه الثانيه اللي حصل عليها في بكين 2008. منتخبنا بيشارك بثلاث لعيبه هم محمد عبد الموجود في وزن 66 كيلو، ومحمد عبد العال في وزن 81 كيلو، ورمضان درويش في وزن 100 كيلو. الناس متوقعه للجودو باذن الله انه يحصل على الاقل في ميداليه واحده. كل التوفيق للجودو وكل التوفيق لابطالنا. نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم نستقبل في الفاصل المهندس شريف العريان، امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي الحديث المصري طبعا، وهيكون معانا الاستاذ محمد جاد مدير التسويق في الاتحاد المصري الخماسي، ولكن بعد الفاصل.